سيد سعيد، سأتي بعد قليل حول الوساطة الأمريكية بين بيروت وتل أبيب حول ترسيم الحدود البرية والبحرية، لكن سريعا حول السؤال الاقتصادي، هل من آذان صاغية أمريكية فعلا لهذه الشكوى على لسان الحريري؟ أولا، الولايات المتحدة تعي تماما أن لبنان يعاني من مشكلة، معضلة اقتصادية متفاقمة، ولكن بكل تأكيد في الوقت الذي لا تريد أن تتقدم وتقول نحن سننقذ لبنان اقتصاديا، بل ستسعى إلى دعمه من المنطقة وإلى آخره، لكنها لن تسمح في تقديري أن يصبح لبنان مفلسا، أو تريد أن تجلبه من حافة الإفلاس. هذا الموقف الأمريكي. كيف ستتعامل أو ستتعاطى مع هذا الوضع الاقتصادي الصعب والشائك والذي يواجه مصاعب كبيرة جدا؟ هناك طبعا الدعم الأمريكي، وهناك دعم أوروبي، تحاول الولايات المتحدة أن يكون هناك دعم أوروبي، ولكنها ستركز بالأساس على المنطقة. طيب، بجانب آخر سيد سعيد، هو ما سمعناه على لسان بومبيو وهذا التجديد للتعهد والالتزام بلعب دور الوساطة مع تل أبيب حول ترسيم الحدود البرية والبحرية، إلى أي مدى بالإمكان التعويل على هذه التصريحات الأمريكية، خصوصا وأن بعض المراقبين يلمسون تأخيرا في هذه المساعي الأمريكية للوصول للقرار النهائي المرتقب؟ أنا أعتقد أن الولايات المتحدة بإمكانها أن تؤثر على إسرائيل. على سبيل المثال، عندما تصرح إسرائيل أن هناك مصانع لحزب الله، وأن لبنان يفترض أن يغلق هذا المصانع، بمعنى الجيش اللبناني، أنا في تقديري الإدارة تعي تماما أن هذا لا يمكن أن يكون من المعادلة، لأنه ليس هناك حقيقة قدرة ولا رغبة لدى الجيش اللبناني لأن يفكك هذه المصانع إن وجدت بالأساس. كما أنه مش معني، ليس معنيا، الجيش اللبناني ولبنان والحكومة اللبنانية هي ليست بوليس وليست جهاز أمن عند إسرائيل لتقوم بذلك. فالولايات المتحدة تعي ذلك، وحتى تتمكن من أن يكون هناك حل لقضية الحدود وترسيم لهذه الحدود البرية والبحرية، على الولايات المتحدة أن تأخذ بعين الاعتبار أيضا الاحتياجات الأمنية اللبنانية، وكون لبنان، أن لبنان حقيقة هو في حالة حرب مع إسرائيل منذ عام 48. إذن كل هذه الأمور يجب أن تدخل في المعادلة حتى يكون هناك أفقا ناجحا في المستقبل لحل هذه القضية.